Allô. أولا نترحم على أرواح الشهداء وعلى أرواح كل ضيوف تونس الذين كانوا ضحايا لهذا الإرهاب المدان من الشعب الفلسطيني ومن القيادة الفلسطينية، ونعلم عن تضامننا الكامل مع الشعب التونسي، والشعب الفلسطيني والشعب التونسي شعبا شقيقان ودوما في خندق واحد في مواجهة الإرهاب ومن أجل الحرية والاستقلال. نحن نفتخر ونعتز بالتجربة التونسية، نفتخر ونعتز بتونس أرض الصمود وأرض الإبداع، وهذه الأرض التي تتحدى الإرهاب بالديمقراطية وبالحرية وبحرية التعبير وبكل أشكال مناهضة الإرهاب من ثقافة ومن وعي دائم لدى كل طبقات الشعب. شكرا. وطنية، لأنه أول حاجة وجودنا اليوم هو فيه تعبير معناها لكل من ناضل، أجدادنا وأبائنا واللي هما معناها ناضلوا من أجل استقلال تونس، الاستقلال السياسي أقول لتونس، لأنه مازال مشوار طويل باش نستقلوا اقتصاديا. اليوم بطبيعة ما نجمش نغيب على معنا احتفال كما هذايا في الظرف هذا بالذات اللي مرت به تونس منذ أيام قليلة، واللي كل تونسي معنا يحمل معنا بذور الوطنية في داخله، ما يجب يكون كان تألم لما صار لتونس. لكن اليوم حبيت أنا شخصيا نكون متواجدة باش نبلغ رسالة للناس الجبناء هذوما اللي حبوا يضربوا استقرار تونس وامن تونس واقتصاد تونس. نقول لهم راهو احنا رغم اللي تعملوه رانا ننظروا للحياه ورانا نتواجدوا في الافراح ونحتفلوا حتى واحنا معناها داخلنا جرح، موجوعين وداخلنا جرح نحتفلوا، واحنا نؤمنوا بالحياه وننظروا للحياه، وان شاء الله في المستقبل تكون عيد الاستقلال أعياد مش عيد فقط نحتفل به، بأن أصبحنا فعلا بلد مستقل في جميع النواحي الاقتصادي والسياسي، واللي هذه من أجل قامت الثورة التونسية إذا تعمقوا في أهدافها كما ينبغي. هي اليوم ساعة يا حبيبي على قلبي شخصي ونتصور في كل التواسع حالينا هنا، هي رسالة للطلبيين الإرهابيين للمجرمين اللي اعتدوا على التوانسة والأجانب، الناس اللي يحبونا يحبوا يبكيونا ويخليونا نتخباو ونقعدوا في الديار ونخافوا من جيل، نشكرهم لا بالرغم من الالام بالرغم من جيل باش نحتفلوا باش نضحكوا ونغنيوا ونرقصوا ونقول لهم نحن هنا، ثقافتنا الحياه، ثقافتنا الغناء، ثقافتنا الامل، وثقافه بالمعنى مفهوم الشامل، وثقافتهم الموت طبعا. وعلى ذاك نقول لهم جينا هنا باش نقول لهم تونس باش تنتصر مهما فعلت. لكن اكيد انه فما لابد ان تكون هنالك محاسبه سياسيه لشكون هما، ما نجمش انا نقول نحاسبوا كان اللي موجودين توا، لانه المساله ما جاتش وحدها ومش اول واقعه تصير ومش اول حدث، ولكن لابد انه تقع معناها المحاسبه ويقع معناها التعمق في اسباب تواصل هذه العمليات الإرهابية وشكون وراها
وكذلك حتى على المستوى الأمني لابد أنه يقع النظر في يعني الآليات هذوما والخطط اللي قاعدين يقوموا بها، إن كانت سليمة أو غير سليمة، إن كانت ناقصة، ومن هو المسؤول. ونقول أنا في كل الأحوال، في كل الأحوال المحاسبة لابد أنها تتم، ولكن ما لازمش تكون على بعجلة، لأنه ممكن أنه نخليه أن الأمور ما تنضجش ونجمه ما نحلوش المشكل من العمق. معناه أنا نحلوه كان بصفة سطحية. أنا أقول اليوم لازم الجهود كلها تتكاثف من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة والظاهرة معناه الجبانة. لازمنا كلنا مواطنين وسياسيين نقف ضدها، مش بالكلام وبالشعارات، بالممارسة. وأنا متأكدة وأنه الارهاب هذايا ما عنده حتى مستقبل في تونس. المستقبل مش يكون للتوانسة الأحرار، التوانسة الوطن، وهذايا هو اللي أنا متأكدة من معناها تقريبا اعتقادي راسخ في هذايا، وما ما يجمش حد يزعزع هولي مش يقول راهو تونس معناها ممكن أنه يهيمن عليها الإرهاب أو الدواعش هذوما. لا سبيل إليه، احنا شعب مخه متحرر وشبابه متحرر يحب الديمقراطية، وإن شاء الله هذا هو المستقبل. شوف التواضع موجود، لكن التواضع ضد تونس هذا مؤكد. اللي يعملوه هذوما نعرف شكون وراهم، شكون عطاهم التغطية الجسية، شكون سهل لهم، شكون عطاهم الأموال، شكون غطى عليهم، شكون قال هذوما ما جابوش ثقافة جديدة، هذوما اللي ولادنا هذوما نسمعوهم، هذوما اللي ثم شكون هذوما الناس اللي غطوا عليهم هم اللي قالوا الإرهاب فزاع والسلفية فزاعة، هم بيدهم مرتبطين برجال أعمال الفاسد، رجال الفاسدين، رجال أعمال معروفين بارتباطهم، كانوا مرتبطين بالطرابلسية قبلتهم، مرتبطين بالطيار اللي غطى على الإرهابيين. وقت يتكلموا سواء أمنيين، والآن هنا الأمنيين شرفاء كثيرون ونساهم، لما تكلموا الأمنيين وبعض رجال السياسة ورأسهم الشيخ بعيد، تكلموا على السلاح، تكلموا على سيتي الدرب، وتكلموا على شو اسمها الحظيرة والكونتك دونتين مون اللي كان صغير في الجنوب، وقالوا فزوا السياسيين، قالوا ما ذمناش مش صغير، اليوم أثبت يعني. وبالتالي ما يروج من بين ترشح شو تهم في النهاية، لو كان نتبع خير توصوا الطرف واحد اللي كان يحكم واللي غطى واللي وصلنا لهذايا، وهي النتيجة. هم كويسة تجاوبوا به بالرغم من عمل كل تونس سوف تنتصر.